من خيرة الأصوات اللي عنا في تونس، تعرفت يعني بدايتها الفنية منذ الثمانينات انطلقت، وكان إشعاع كبير للفنانة التونسية فاطمة بن عرفة، حضورا جمالا وصوتا وأيضا أخلاقا لهذه الفنانة. حبذت الاعتزال نظرا لأسباب معينة، ليلة إن شاء الله تشرح عنها فاطمة معنا في المباشر مباشرة في سهر الليالي عبر موجة إذاعة تطاوين. وأخيرا يعني ممكن هي مش صدفة، لكن فعلا جات نتيجة فنانة، أنا نشكرها بطبيعة الفنانة اللي تواصلنا معها حتى وصلتنا لفنانتنا التونسية فاطمة بن عرفة. سعيد جدا أنها تكون معنا عبر إذاعة تطاوين الليلة، توحشين هذا الصوت، حب نعرف أخبارها أول بأول. فاطمة مساء النور ومرحبا بك. يعيشك، مرحبا بك مجيد، ومرحبا براديو تطاوين وبكل التقنيين اللي معاك شكرا. والمستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا توا. يعيشك، عندهم ديدة على هالصويت. اي صحيح، مدة طويلة لأسباب معينة، ممكن إن خلينا نبدأ بها الأسباب ومن مدة بعد طويلة برشا. تقريبا قديش من عام فاطمة تو بعيدة؟ برشا يعني ممكن أكثر من 25 سنة. نعم، عمر ربع قرن. أو ما زلت صغيرة؟ لا ما برشا شاء الله. ما حبيتش نقول أكثر أنا، خاطر باش معناها اللي يسمع يقول هذيا سي معناها. لا 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 لا، ربي يخليك وربي يشد في صحتك، وما زلت ما شاء الله يعني حتى المتابعين إن شاء الله ياخذوا فكرة الليلة. علاش؟ هل إنه حبذت أم إنه كان أمر إجباري أنها تبعد عن الساحة الفنية فاطمة بن عرفة؟ والله بالنسبة للفنان يحب فنه ويحب ومغروم بالشيء اللي يعمل فيه، صعيب برشا كونه يبعد معناها على شيء اللي يقوم به. لكن فما في بعض الأحيان تجيه الواحد ظروف اللي على غالب من عند ربي، دونك ما نجمش، لا 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 معناها لا حول ولا قوة ولا قوة له. حاجة من عند ربي مرحبا بها. أي معناها أنا مرضت من الأول، ما فهمتش شنية الحكاية، نحس هكا في مشاكل في الصوت نتاعي. توا وقت اللي يسمعوني الناس نتكلم يقول لي ما عندك حتى مشكل، هنا نسمعوا في صوتك صافي سي بون كل شيء. لكن هي وقتاش تظهر العيوب في لافوا شونتي، وقت اللي نجي نأدي وقتها تظهر المشاكل. وهذايا السبب فيه هو، سامحني انا باش نقول شويه عبارات باللغه الفرنسيه خاطر ما نعرفش نعبر عليها بالعربيه، اللي هي التضح بالوقت اللي عندي ان بروبليم غاسترو اوزوفاجيان في القصبه الهوائيه وكل شيء، وعندي اون رومونتي نتاع اسيد هكا اللي تطلع حتى للارانكس يعني الأمكنة اللي هي تحيط بالحبال الصوتية، يفيك معناها تخلق نوع متاع معناها التهابات كرونيك على طول، وهذيك تأثر على الحبال الصوتية وعلى الارانكس. وهذا هو دونك، وهذه حاجة مشكل اللي مطربين نتصوري في العالم أجمع يعرفوه، واللي هو الكابوس الأول فهمتني من الكوابيس نتاع المطرب اللي يخليوه ما عادش ينجم يتحكم في الصوت نتاعو. واحنا يعني خساره في تونس مازلنا ما عندناش اخصائيين دو لافا شونتي، فهمت؟ على غالب تعدى الوقت وما لقيتش الحلول. علاش تعدى الوقت؟ هكا هكا هو ما الانسان على خاطر مش معناها توا راهو اسمعني الفنان سي مجيد يقعد ديما فنان. توا انا داكوردو ما عادش نغني، فقدت صوتي، مش فقدت يعني نجم هكا ندندن شويه، اما هي شنو ترجع طريقه معناها انترميتونت من ساعه لساعه، فهمت الحكايه؟ لكن مش متاع اللي باش واحد ينجم يقعد جمهور ويقعد ناس باش يقوم بحفلات، فهمت؟ لا يعني ما شوف يعني بطريقه ما الصوت خاصه الفنان هو شنو؟ هو رهانه في صوته هيك ولا لا؟ صوته بطبيعة الحال، لكن الفنان يقعد فنان يفقد صوته يقعد هذاك يعني هو
صوته يعبر على شنو، على كل على كيانه، على روحه، على شخصيته. هي معناها لافاي غسلت لام ولا بيرسوناليتي نتاع العبد. فهمت؟ اذا مطرب فقد صوته مش معناها ما عادش فنان، بالعكس. كيما ان بانتر مثلا على غالب جاتو مشكل في ديه، معناها ما عادش هو، ما عادش فنان، ما عادش. فهمت؟ ديما في روحه وفي كيانه هو فنان يقعد. فهمت؟ وديما نقعد نسمع الموسيقى، وديما نحب الموسيقى والغناء. وكما قال نيتش، لا في سون ميوزيك اي تو سامبلومون اون ايرور اون فاتيغ ان اكزيل. فهمت؟ انا بالنسبه لي انا الحياه من غير موسيقى معناها ما تكونش، تكون ناقصه برشا. فهمت؟ ولهذا الموسيقى ديما موجوده معايا كل يوم، هذيك واحد في حياته. وهذا هو الله. هذه السنوات هكا فكرتني في فترة جميلة برشا. من أجمل الفترات. يعطيك الصحة، هاو عندكم في الأرشيف متاعكم. والله يعطيهم الصحة زملائنا في الخزينة السمعية، طبعا يعطيهم الصحة زميلتنا فاتن. بارك الله فيهم، معناها صافي بليزير والله. الأغاني هذوما أنا ممكن أني باش نرجع شوية ممكن لسؤال ومن بعد باش نحكي على الأغاني. توا هذايا السبب، هل أنه فما سبب آخر ابتعادك اعتزالك عن الفن؟ ممكن الساحة الفنية أحيانا أغلبية الفنانات اللي اعتزلوا ممكن الساحة لم ترق ليهم، ممكن ما يتفهموش مع برشا عباد، ممكن أنه ينتظر في حاجة يلقى حاجة أخرى.
ولا عادي؟ والله صحيح، معناها اتطرقت للموضوع بالحق مهم، وفيت معناها فما منها الحكاية هذية بالنسبة لينا. راو انت في الميدان هذايا، انت والشخصيه نتاع العبد، انت معناها الطبيعه نتاعو. انا طبيعتي الحق ما عنديش برشا راهو دبلوماسيه، يعني اللي قد هكا اي لي فهمتي. فما برشا عباد يعني ما تروق لهمش الطبيعه هذايا، والميدان معناها فيه الباهي والخايب وكل. وانا كنت صغيرة ما نكذبش عليك، ما نجمتش نتحمل، فما اشياء اللي ما نجمتش نتحملها وقلقتني في نفسيتي زادة برشا. هذا هي عامل من العوامل معناها. هذا هو فوالا. كنت نجم من بعد نرجع بو انا معناها، من بعد صارت لي الحكاية المشاكل في صوتي وكذا، لكن اول ما بديت هي بالحكايات هذية معناها كانت مقلقتني. وهل فعلا فاطمة انه ولا واحد في المجال الفني اللي موجودين في تونس ولا واحد عنده رقمك؟ هل فعلا؟ والله انا ما نكذبش عليك، راني ما عنديش علاقه بالفنانين والفنانات، الله غالب هكاك. انا كنت ملحن شاعر بطبيعتي، عندي واحده بركه فنانه واحده بركه، انا اصحاب برشا انا وياها ونعزها برشا برشا على اخلاقها الطيبه، هي الفنانه والمطربه المحترمه هاديه جويره. هي اللي وصلتنا عاد. هي همزه الوصل. هي يعطيها الصحه وبارك الله فيها، بارك الله فيها على حسن اخلاقها. والله دونك انا بصراحه ما عنديش علاقه، وحدي يعني صدفه. انا نعرف ان فاطمه يعني تخرج ساعات كذا، صدفه انك تشوفي بعض الفنانين في الشارع كذا، هل ان تم المصافحه كذا ولا؟ والله نعرفش، قليل هكا مرات يعني معدودة، وعندها توا عدة سنوات الحكاية. ما عنديش علاقة. لطفي بوشناق مثلا كنا أصدقاء وعاونني في أول المسيرة نتاعي، لكن بون. الحياة أخذت مجرى آخر. أي مجرى آخر بون. وبعد ما أنا معناها اعتزلت في الغناء وكل، بالطبيعة الإنسان ديما الحياة متواصلة، وديما الواحد يحاول باش يلقى دي مويان كومبونساتوار، معناها أشياء يعوض بها. نعم هذا هو النقص اللي صار له. فوالا دونك والحياة متواصلة معناها. نعم حمادي بن عثمان، يعني اسم كبير أيضا في تونس. خلينا نسمعوا مباشرة شهادة حمادي بن عثمان الليلة في سهر الليالي عبر موجة إذاعة تطاوين. فاطمة معناها من الجيل اللي أنا كان لي ربما الحظ باش تلقيت معاه، وفاطمة كانت من الشباب المولع بالموسيقى بدون التفكير في الاحتراف. يعني في داخلها هواية خارجها هواية، يعني وهذا مهم جدا، وهذا اللي أنا عثرت عليه لما لقيتها أول مرة في قصر المؤتمرات إذا نتفكر، وشفتها تغني في حفل مدرسي، وأعجبت كثيرا بالأداء متاعها، لأنك كانت تغني في شيء عنده قيمة فنية، يعني شيء مش أغاني سهلة ولا مبتذلة، لا أغاني عندها قيمة فنية كبيرة. يعني اللي يغنيها عنده قدرة صوتية، ثم من ناحية ثانية عنده إمكانات معناها تخوله باش ينجم يقوم بأداء تلك الأغاني. فرشت الورد فبوح
والله نسمع فيك الدندن ها. والله عايشة مع الغنية effectivement, ويعطيك الصحة السهرية هذه عملتني فيها برشا مفاجآت. الله ينور. وسي حمادي بن عثمان بالمناسبة نوجه له تحية كبيرة. هذاك إنسان فنان كبير, إنسان معناها ذو أخلاق عالية وروح نظيفة, ومن الناس اللي أنا بالحق عندهم معزة خاصة في قلبي. هو سي حمادي بن عثمان من أول الناس اللي اكتشفوني, فهمتني, جاي إفكتيفمون قصر المؤتمرات هذيك وانا صغيرة بالكل نغني في القدود الحلبية وسمعني, وهو اللي كان سبب باش انا معناها دخلت في فرقة مدينة تونس الموسيقى العربية. فلا شوف كيفاش ومن ثم انطلقت المسيرة متاعي بتبيعة. ثم زادة ما ننساوش سي علي سريتي اللي هو سمعني وانا صغيرة, عمري من با 15 سنة غنيت أغنية يا طيور, ومن ثم هو فكر وقت اللي سمعني فكر باش يعمل حصة في التلفزة اسمها طرب واكتشاف, وقدمني للجمهور العريض في الحصة هذية. فلا يعني اللي حتى نتذكر أنا خاصة في الأغنية يا طيور يعني مباشرة يحيننا إلى فنانة تغني الأوبرا, أوبرا لصوتك, أوبرا له سوبرانو يعني ما شاء الله صوتك. أي ميزو سوبرانو تنجم تقول. والله إحنا في العائلة متاعنا الشيء هذا مش غريب علينا, يعني ملي صغار مغرومين بالموسيقى الكلاسيكية, عندي خواتي تعزف على البيانو, مغرومين بالموسيقى الكلاسيكية برشا, دونك أنا تربيت على كل شيء هذاك, الموسيقى الكلاسيكية الغربية والشرقية زادة. نعم اش قولك نعملوا جولة بين غنياتك اليوم, نعملوا جولة هي لا مباشرة. تفضل يا عيني. مباشرة. اوكي Oh,
التالي. جولة خفيفة هكا مع وانتي زادة خفيفة. انا شيختني انا الليلة والله فكرتني في اياماتي والله والله يعطيك الصحة تشكر والله الله ينورك الله واجمل ومن احسن الاصوات اللي غنوا حسناء قرطاج هو صوت فاطمة بن عارفة برغم ان غنوها برشا ماجد وغيرها من الاسماء اللي فعلا يعني هذا بشهادة الجميع. ايضا نتذكر حتى الاستاذ الكبير الموسيقي الياس الرحباني يعني ذكرها مرة من المرات يعني في احدى اللقاءات من احسن الاصوات اللي غنت الغنية هذه بالذات. نرجع بيك الموضوع ان نعتبره اكثر من مهم يا فاطمة. توا حاليا اللي يتجول على صفحات الانترنت واللي يدخل على قنوات اليوتيوب اين ارشيف فاطمة بن عارفة؟ وين هم اغنية فاطمة بن عارفة؟ اذا لقينا حاجة ممكن قلة حاجة قليلة علاش؟ صحيح. اول حاجة انا ما حاولتش يعني باش نحط الاغاني متاعي اللي موجودة اللي موجودة عندي ما حاولتش معناها مانيش اكتيف معناها في انترنت وكل في فيسبوك لا حد شايف. ثاني حاجة الأغاني بتاعي مكثرها مش موجودة يعني أرشيف التلفزة التونسية ما بكل صراحة ما نعرفش فينه. عندي برشة أغاني برشة مسرحيات غنائية اللي أنا شاركت فيهم واللي هما مهمين برشا بالنسبه ليا ما عادش موجودين ما فهمتش فينهم. هل انه تواصلتي معاهم الدور الرئيسي معناها واللي فيهم مكثرهم تغنوا وتعديوا في على مسرح قرطاج فهمتني في عرض اول نتاع كيما معناها اوفرتور دو فيستيفال دو قرطاج ولا حاجه ما فهمش. لا انت مشيت ولا كلمتهم ولا كيفاش؟ لا والله حتى زوجي مشى اللي نحيوه سي سامي يعيشك حياتنا لي ميرسي يعيشك بما انه هو يعني يشتغل في مؤسسة الإذاعة والتلفزة حتى عنده أصدقاء اللي هما يعملوا في الأرشيف وكل ما لقاوش فما حاجات اللي قديمة فما حاجات اللي تبعثرت ومشيت فما حاجات اللي هم احتفظوا بها الناس وما يحبوش يعودوا يعديوها وانا فيهم وانا موجودة فيهم بعض الناس
اي اي بعض ما نحط سطرين تحت بعض الناس هذوما، علاش نقطة استفهام يعني. معلش بعض النفوس المريضة. واضح. إن شاء الله يعني يتم يعني النظر في الموضوع هذا، لأنه أرشيف كامل من الأغاني وأيضا الفيديوهات. ما عندهمش الحق باش يحتفظوا به هما وحدهم، فهمت؟ هذه معناها حكاية كبيرة، فهمت؟ وأنا ما حبيتش يعني نعمل مشكلة فيها يزي تحب تبقى مرتاحة هيك. نحب خيارات إن شاء الله يهديهم ربي في يوم من الأيام، لكن لازم في نهار من نهارات باش تظهر حاجات، فهمت؟ الأول لازم مرة لازم شي بعد فترة طويلة وبعد هالسنوات الكل. أنا فما مسرحيات غنائية شاركت فيهم وحفلات وكل، يعني اللي هما عندهم كما قلت لك قيمة كبيرة وماخذة فيهم مكثرهم الدور الرئيسي. معناها أنا بالحق نحزن وقت اللي نشوف اللي هذوكم، حتى بنتي ما تعرفهمش أمها وما سمعتهاش في الأشياء معناها هذيك، يعني شيء أسف، فهمت؟ وبنتي زادة هي في نجم تقول فنانة يعني تحب الموسيقى وعازفة على البيانو، فهمت؟ وصوتها عندها صوت جميل برشا، لكن تميل أكثر للعزف وتعزف. أي أي إن شاء الله ربي يوفقها وربي ينجحها. يعيشك يعيشك، بارك الله فيك. فاطمة، أنت تحب برشا القدود الحلبية، توا كي دندن هكا بينك وبين نفسك، بين خاصة في القدود الحلبية، شنو يطلع معاك؟ ما نجمش نخاطر. علاش؟ خاطر تكون لي خوف، خاطر أنا بينك وبين الغناء مثالية في كل شيء، معناها كي نحب نعمل حاجة نعملها على بيرفيكسيون، ما نحبش دونك نخاف ما نجمش ناخذ أي بدات فما رهبة. يا هي مشكلة كبيرة، مش تا واحد كي يحكي عليها هكا كي تسمع. أنا من الأول يعني خذيت شوك، نجم تقول أنت فهمت، جاني شاك مانيش فاهم شنو هي الحكايه، عبد مش فاهم شنو اللي قاعد صاير وشنو اللي قاعد صاير، لحد يوجهك لحد يفهم شنو هي الحكايه، الاطباء كل واحد شنو اللي يقول لك. لكن من بعد وقت اللي فهمت الحكايه يعني تاثرت واثرت على حياتي برشا في فتره ما، لكن الحمد لله تخطيتها. وكما قلت لك قبيلة الحياة متواصلة وفما برشا أشياء واحد كيفاش يقولوها، ديما الأمل موجود، معناها ديما نعوذ بالرياضة، نسمع برشا موسيقى بطبيعة، أنواع الموسيقى اللي أنا نحبها واللي تريحني واللي نبقى فيها معناها واللي تأثر فيا. دونك تحب تسمع موسيقى؟ نسمعك شوية موسيقى من عندي؟ مثبية. يلا اسمع معي، نسمع كل شيء. اي اسمع معي. حسنا غيري يا صديقي لديك، خلت محل أخبروني بالأمس عنك وعنها، فلماذا يا سيدي لم تقل لي ألف شكر يا ذابحا كبريائي؟ وهذا جواب حبي وبذلي، أخبروني بالأمس عنك وعنها، أخبروني بالأمس عنك وعنها. مال يسأل هل إنه تغير صوتها ولا لا؟ هذا هو صوتها، هذا صوت فاطمة بن عرفة. ما تغير شيء. هذه أغنية متاعي أنا، من ألحان بالنسبة لي أنا إنسان موهوب برشا اللي هو سي مراد العابد. صراحة هذية ملحن بالنسبة لي أنا، والله مانيش قاعدة نهول في الحكاية، ملحن معجزة في وقتنا هذية، موهوب أوتوديداكت، معناها مش قاري موسيقى، قرأ وحده وتعلم وحده، فهمت؟ هكاك موهبة
من عند ربي، فهمت؟ بو تعاملت معه مدة، وانا في البريود اللي انا فيها بديت نتقلق معناها في صوتي، لكن معناها عملت مجهودي وحاولت باش نعمل هو تيموا ماهوش تسجيل نهائي، فهمت؟ لكن تعاملت معه وانا فرحانة معناها برشا، اللي انا تعاملت مع شخص مع ملحن من الصنف هذايا المستوى هذا بكل ممتاز. صراحة بعدها ما فكرتش، أنا تمنيت أن يكون فما تعامل محمد الماجري، فاطمة بن عرفة، فما أيضا أسماء أخرى أيضا كبيرة في تونس، هل أنه كانت فما نية التعامل أم أنه فماش مشروع؟ صحيح، ليه مع سي محمد الماجري نوجه له ردة تحية، إنسان نحترمه برشا، إنسان ياسر هكا سيريو وتبارك الله عليه، يحب خدمته برشا، وقيمة فنية، فهمت؟ جستمو أنا وقتها كنت معناها على صدد المعاملة التعامل معاه، لكن وقتها بديت في المشاكل متاعي وكل وبعت هو نتصوره اللي فك الفترة هذيك يقول لك شبيها مشيت معناها ما قالت شيء معناها، وأنا وقتها منحبش نقول بالنسبة لينا. إلى حد الآن ما يعرفش؟ إلى حد الآن يعرف ولا ما يعرفش الأسباب؟ والله ما نعرفش، ما عنديش حتى علم بعد ما شفتوش الحق. فما ناس في حياتي اللي هما بالحق كانوا الحمد لله، الدنيا هذية ما كتعرف الحمد لله اللي فيها برشا ناس باهين وكل، مش فما كان الخايب، راه فما ناس طيبين وكل، وانا من الناس في محمد الماجري اللي من العباد اللي نحترمهم برشا، فرحت برشا وقت انا باش نتعامل معاه، لكن بعد ما تمتش الحكايه وكهو، والى حد الان ما نعرفش حتى وين موجود، ما عنديش حتى علاقه. حاليا موجود في الدوحه، كان في تونس، بعدها في فرنسا، رجع لتونس ومن تونس الى الدوحه مباشره. في الدوحة أنا كنت في الدوحة أنا أنا عديت بضع سنوات مع زوجي وبنتي زادة في الدوحة، لكن ما تقابلناش، ممكن مش في نفس الفترة معناها. إن شاء الله تتقابلوا، علاش لا، إن شاء الله بإذن الله. أوكي. إن شاء الله. فاطمة يطير البراري، تذكرها الأغنية ولا؟ أي نسمع منها شوية من عندنا الليلة في سهرة من الخزينة، خزينة الإذاعة هذه مباشرة. أوه. الليلة. شكرا. هلا هذه مفاجأة كبيرة. الأوبيرات 61 مع محمد القرفي هكا. أي أي أي.
يعطي الصحة مهندس صوت، يعطيك الصحة. هذه أنت فاجأتني بها الليلة وحبيب، شكرا لك. الليلة ما في باليش بها. والله برشا حاجات جستمون فاجأتني بهم. يبقى ريبرتوار كبير. فما أغنية أخرى خلينا نزيد نسمع منها حتى شوية مباشرة الليلة. بربي أي سماح. فماش مخير من السماح؟ سماح يا اهل السماح غنية كبيرة برشا هذية، من نحبها برشا. هذية غنيتها في حصة وقتها سجلها لي رؤوف كوكا. يعطيهم الصحة طبعا الأصدقاء والناس اللي تعاملوا معي. أنا والله حبيت فعلا سواء شعراء ملحنين موزعين غيرهم أعلمين الكل اللي وقفوا إلى جانبك في الفترة هذيك، الكل شوف من الثمانينات حتى الوقت إيش عملتي معاهم. طبعا الكمية هذية من الأغاني حتى تبقى احنا في خزينتنا في خزينة الإذاعة التونسية موجودة الحمد لله، ما يضيع شيء الحمد لله. والله تعرف إذا فما حاجة فرحت بها اليوم في الحاجات اللي في الأخشيف متاعكم اللي ما محتفظين بها، خاطر بالحق أنا مذابية حتى بعد الحصة هذية تبعثوهم لي. يعطيكم الصحة والله. عايشك الله يخليك. الله ينورك إن شاء الله. طبعا للناس اللي تسأل حاولنا أن نقرب شوية صورة الفنانة التونسية فاطمة بن عرفة بعد هالغيبة الطويلة، مش غيبة شوية، غيبة طويلة يعني على الجمهور. اللي الحاجة المؤكدة والأساسية أنه خامة الصوت هذه لا تتكرر كصوت تونسي، صوت يعني فعلا منوع. أنا توا كل غنية نشوف فيها ما نعرفش أنا تعطي فيها كل تيمبر الخاص فاطمة بن عرفة مباشرة. بارك الله فيك، يعيشك يعيشك على حسن ذوقك وحسن أخلاقك. إذا دور العجلة ترجع فاطمة ولا لا؟ لا ما نتصور. صعيب شوية. لا صعيب برشا. برشا كما قلت لك عندي توا مشاريع أخرى في حياتي الحمد لله. والعائلة أخذت حيز كبير في حياتك؟ على واحد عائلته مهمة، وانا عندي كما يقولوا عندي ليزاكتيفيتي نتاعي، وواحد راهو بال كيفاش يقولوها دول افيك دو لا فولونتي، فهمتني؟ العزيمة. بالعزيمة يعطيك الصحة. ديما ما فماش عمر راهو لحد شيء، ينجم في اي وقت. وانا المده هذية عندي بنتي عندها الجيتار نتاعها، قلت لها هيك باش نمشي نتعلم توا الجيتار موسيقى جيتار سيش مي سي فري. والله والله واحد ما ييأسش ديما ما دام يحس في روحه ينجم يعمل لك الحاجه وينجم يعطي ديما يعطي. باهي مانا انت عطيتي برشا، ولو ان فاطمه بعدت شويه على الساحه الفنيه لكن انت تبقى ديما زي الكنترول، تشوفي الساحه اش فيها واش ما فيهاش. كل ظهر لي تعملي عليه طله هكا جولة طلة صغيرة ما نكذبش عليك. معناها كما قلت لك أنا في داري نسمع نوعية متاع موسيقى اللي أنا نحبها وتشيخني وتشيخلي روحي، فهمت؟ دونك المدة الفترة الأخيرة هذه الكل بصراحة يعني فما صار شوية هكا اخطأ بالطبيعة. فما هذيك أسماء اللي غير مشكوك فيها واللي هي معناها قيمة فنية ثابتة، أما فما من ناحية أخرى شوية انحطاط في فما انحدار أي في الذوق وفي برشا حاجات حتى في اختيار نوعية الأغاني والكلمات واضح واضح يا فاطمة. أنا أشوف الوقت والله ما شاء الله الوقت معك يا فاطمة. الله ينورك إن شاء الله. أنا حبيت نحيي عائلتك الكل باش خليك الكلمة الإذاعة التطوين فنانتنا التونسية فاطمة بن عرفة.
والله نحييكم ونشكركم برشا برشا على المفاجأة الطيبة اللي عملتوها لي، وبالحق أنا مسرورة جدا لأني معناها سمعتوني أغاني عندي برشا ما سمعتهاش، اللي هي معناها غنيتها بصوتي وكل، وأنا ما سمعتهاش وهي موجودة عندكم. يعطيكم الصحة على مجهودكم. ولا هذي ويعطيك أنت الصحة أول حاجة على قبول الدعوة، وأنت يعطيك الصحة جستمون على الدعوة هذية. خليك أموي تفكروني شوية عباد اللي من جنراشون متاعي، يعني من الجيل متاعي. أنت في البال، ومع تحيات برشا فنانين أيضا، منية البجوي اللي تسلم عليك، هادي أيضا بعثت مساج برشا، يعطيها الصحة. أي الكل. نحترمها برشا منية البجوي، إنسانة طيبة نعرفها صحيح. وانا صغيره كان ديما تشجع فيا، ومن بعد ما عاودتش تقابلت معها كيما قلت لك، انا ياسر بعيده ما نعرفش حاجه باهيه ولا خايبه، ما هكاك كل انسان وكيفاش. ربي يعطيك الصحه وربي يخلي لك هالعائله، ان شاء الله ديما موفقه، وان شاء الله ديما نسمع الصوت فاطمه ان شاء الله. الله ينورك، قدره ربي يعيشك. شكرا لك فاطمه، بارك الله فيكم، ليلتكم زينه، صباح الخير. يعيشك، شكرا لك.